كل واحد دايما بيجرب ادوات الذكاء الاصطناعي كل يوم، فانا دايما بدور على افضل الادوات المجانيه اللي احنا ممكن نستخدمها دلوقتي، اولا لانها حلوه ومفيده، وثانيا عشان مين يعرف ان الادوات دي هتفضل مجانيه لحد امتى. الشركات بتخلي الناس تجرب الادوات ومجرد ما تتعود عليها يقول لك ادفع فلوس. عشان كده كنت حابب ان انا اوريكم افضل ادوات موجوده دلوقتي وتعتبر اكتر ادوات انا بستخدمها في شغلي، ويكون عندكم فرصه ان انتم تجربوها قبل ما تبقى بفلوس. قهوتك ويلا بينا نبدا. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اول اداه هتكلم عنها هي اداه تولفاي، ودي اداه مجانيه تماما، عباره عن دليل ضخم للادوات المعتمده على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها بتساعدك في اكتشاف احدث ادوات الذكاء الاصطناعي. بص يا سيدي، لو انت مهتم بالذكاء الاصطناعي وعاوز تلاقي الادوات الصح من غير ما تضيع وقتك في دوشه البحث، يبقى لازم تعرف موقع tulify.ai. الموقع ده عباره عن موسوعه متكامله فيه اكتر من 26,000 اداه متقسمه على اكتر من 230 قسم، يعني اي فكره في دماغك هتلاقي لها اداه جاهزه هنا. هتقابلك اقسام رئيسيه في الموقع، عندك مثلا هنا قسم نيو اي اي، لو ضغطت عليه هنا هتلاقي احدث الادوات اللي لسه طالعه وممكن تبقى الترند الجاي. اما بالنسبه لقسم موست سيفد اي اي، فده بيجيب لك الادوات اللي الناس حفظتها ورجعت لها كتير، دليل انها مفيده. عندك كمان قسم الموست يوزد، وده قسم بيوريك الادوات اللي عليها اكتر استخدام وزيارات بالملايين، يعني الادوات اللي فعلا العالم كله بيجربها. وكمان عندك الاي اي ابس، وده بيجيب لك كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجاهزه على الموبايل او الويب. كمان هتلاقي الاي اي كروم اكستنشنز، ودي عباره عن اضافات كروم هتسهل حياتك وشغلك على الانترنت. عندك كمان في الجي بي تي اس، وده عباره عن نماذج محادثه جاهزه من متجر اوبن اي اي تقدر تستعملها في اي وقت. هتلاقي كمان الاي اي موديلز، لو انت مبرمج او بتشتغل بالذكاء الاصطناعي هتلاقي هنا النماذج المختلفه وتعرف تستخدمها. غير كده تقدر تدخل على الكاتيجوريز وتختار اللي يناسبك، كتابه، صور، فيديو، صوت، كود، تسويق، وكل ده معمول بطريقه منظمة وسهلة. ولو عايز تعرف ايه الاكثر شهرة او صعود، عندك كمان قسم رانكينج هيجيب لك هنا اكتر الادوات استخدام. الخلاصة، توليفاي هو دليلك لعالم الذكاء الاصطناعي، كل اللي انت محتاجه في مكان واحد، الجديد، المشهور، الاكثر حفظ، التطبيقات، الاضافات، كله قدامك بضغطة زر. جربه دلوقتي وهتلاقي نفسك سابق بخطوة. هتلاقي رابط الأداة موجود في وصف الفيديو، تقدر تجربها بنفسك دلوقتي. تاني أداة معانا وهي أداة جوجل اي اي ستوديو. جوجل اي اي ستوديو بيئة تطوير متكاملة موجودة على الإنترنت، عملتها جوجل من حوالي سنتين، الهدف منها تجربة وبناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي. هتلاقي فيها أدوات كتير، مثلا هتلاقي فيها شات بوت بيدعم جيميناي، تقدر تتواصل معاه وهيشارك معاك بإجابات نموذجية، هيساعدك برضو في حاجات كتير، منها إنك ممكن تعمل اكواد للالعاب. ميزه حلوه برضو موجوده في جوجل اي ستوديو هي ميزه ستريم، ودي فيها ميزه حلوه قوي انك تقدر تشارك الشاشه بتاعتك مع جوجل او مساعد جوجل، مثلا انك ممكن تشارك معاه قناه اليوتيوب الخاصه بيه وتطلب منه ان هو يحللها لك ويعمل لك خطه شهريه خاصه بيه، يعرفك على الايجابيات والسلبيات، ومثلا يعرفك اكتر فيديوهات جابت معاك مشاهدات وتكمل فيها، ممكن يعمل لك خطه شهريه تمشي عليها. الموقع مش بس بيعمل كده، ده انت كمان ممكن تعمل صور، ممكن تعمل تعليق صوتي، وفي بعض الاصدارات ظهر ادوات بتعمل موسيقى. وبما اني بتكلم عن جوجل فلازم اوريكوا اداه تانية مهمه جدا من جوجل، اداه مجانيه وليها فوائد كبيره جدا، وهي اداه نوت بوك ال ام. الاداه دي بتقدر ترفع فيها روابط مواقع، روابط فيديوهات او فيديوهات، ولو سالت نوت بوك عن الحاجات اللي انت هتضيفها دي هتعمل لك خرائط ذهنيه عن الفيديوهات. تقدر تضيف ملفات بي دي اف، نصوص، ملفات ام بي 3، صور بي ان جي، صور جي بيج، روابط يوتيوب، ملفات من جوجل درايف، او حتى تقدر تنسخ او تكتب اي نص انت عايزه، ومجرد ما هتضيفهم هتظهر لك الخريطه الذهنيه. ممكن تعمل لك بودكاست وتبدا ان انت تسال الذكاء الاصطناعي عن اي تفاصيل. تخيل مثلا ان انت عندك منتج جديد وعاوز ان انت تعمل عنه بودكاست، فانت ممكن تضيف التفاصيل لاداه نوت بوك وهتبدا ان هي تعمل لك البودكاست المناسب للمنتج بتاعك، وتقدر بعد كده طبعا تحول البودكاست ده لفيديو. يعني مبروك عليك، محتوى جاهز وبسهوله. الموضوع ممتع لما تبقى مثلا عاوز تفتح موضوع وتغوص فيه وتعرف عنه تفاصيل اكتر لما تستخدم الاداه. ما ينفعش برضو ان انا اتكلم عن جوجل وما اتكلم مش عن فيو 3، واللي تقريبا كل الناس جربته وشفنا قد ايه عمل نقله كبيره في عالم انشاء الفيديوهات. دلوقتي بقيت اشوف اعلانات مموله معموله لمطاعم والشركات والافراد باستخدام فيو 3. الموضوع بقى سهل والنتيجه بقت احلى والتكلفه بقت اقل. ممكن تستخدمه من خلال فلو او جيميناي واماكن كتير اتكلمت عنها قبل كده. الفكره ببساطه ان احنا بنقدر نكتب برومت او وصف نحوله لفيديو، او ممكن نضيف صوره ونحولها لفيديو. بس الجميل في فيو 3 ان هو بيقدر يخلي الصور دي تتكلم او تعمل اي تاثير صوتي
او تتكلم اي كلام انت عاوز. بما اننا اتكلمنا عن الفيديوهات فكان لازم اتكلم عن كيلينج اي اي، وده واحد من افضل ادوات انشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. كيلينج دايما بيتم تطويره بموديلات بتخليه يعمل الفيديوهات بشكل اكثر دقه واحترافيه. عندهم خطه مجانيه تقدر تولد الفيديوهات مجانا. طبعا الفيديوهات في الموقع ده بتاخد وقت طويل جدا في التوليد، وعشان تعمل فيديوهات بسرعه فانت لازم تدفع، لكن تقدر تولد عليه فيديوهات ببلاش. كل ما بتسجل دخول الموقع كل ما بتاخد كريديتس مجانيه تقدر تستخدمها. تقدر تحول النصوص لفيديو او تحول الصور لفيديو، ده غير التاثيرات الجاهزه اللي انت ممكن تستخدمها في الموقع. والموقع فيه ميزه حلوه كمان ان هو بيقدر يعمل لك الفيديوهات بمؤثرات صوتيه. خلينا نتكلم عن مولدات الصور. المنصه المفضله في توليد الصور هي ليوناردو دوت اي اي، منصه جميله جدا. المنصه دي انا بحبها جدا، ومن رايي هي احسن واجهه مستخدم لتوليد الصور. عندهم موديل جديد اسمه لوسيد رياليزم، يعتبر من افضل نماذج انشاء الصور، بيعمل صور حلوه جدا، والصور بتحس فيها بتفاصيل واقعيه جميله جدا. الموقع بيديك استخدام مجاني يومي، وتقدر تجرب كل الموديلز اللي فيه. في الاصدار القديم لليوناردو دوت اي اي هتلاقي مازال موجود موديل الكيمياء اللي كان قلب الدنيا وبيعمل تصاميم قويه جدا، وكمان عندك موديل الفوتوريل، كل ده لسه موجود لحد دلوقتي. طبعا كمان تقدر ان انت تنوع في المودلز اللي انت ممكن تستخدمها، بالاضافه كمان ان انت عندك هنا بعض الاستايلات زي الانمي، السينماتيك، الكرياتيف، الدايناميك، الانفايرمنت، في حاجات دلوقتي هتلاقيها متاحه ان انت تستخدمها بشكل مجاني. ولو فعلت الليجاسي مود هيجيب لك هنا المودلز الجديده زي الفولوكس والفونكس 1 والفولوكس كونتكست والجي بي تي ايمج واللوسيد رياليزم واللوسيد اوريجين، موديلات قويه جدا بتعمل تصاميم احترافيه جدا، تقدر تعملها بأبعاد مختلفة وستايلات كمان هنا مختلفة. ده في الاستخدام المجاني اللي بيديك يوميا حوالي 150 كريدت، لكن عايز اقولك ان انت لو اشتركت في الموقع بتلاقي مزايا رهيبة جدا. طالما اتكلمنا عن الصور يبقى ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عن جوجل ويسك، اداه مجانيه تماما من جوجل بتقدر تعمل تصاميم وصور احترافيه جدا، ودي تعتبر من اكتر الادوات اللي انا بستعين بيها حاليا، مجانيه تماما ولكن مش بتكون متاحه في كل الاماكن، عشان كده في ناس كتير بتحتاج في بي ان عشان تستخدمها. تعال بقى نروح للادوات اللي بتساعدك في الانتاجيه، في ادوات كتير ولكن انا النهارده هتكلم عن اداه مهمه جدا وهي اداه بيربلكسيتي، اداه جميله جدا، ناس كتير جدا بتتكلم عنها وناس كتير جدا بتستخدمها، لما جربتها حسيت كل الحاجات اللي كنت ببحث عنها على جوجل بقيت ابحث عنها في بيربلكس. الاداه دي تقدر تسالها سؤال في اي وقت وهي تبحث لك عنه على الانترنت، هتجمع لك المعلومات وهتعرضها لك في شكل ملخص، وكمان هتعرض لك المصادر اللي هي جمعت منها المعلومات دي. يعني انت مثلا قاعد كده بتتفرج على ماتش كوره وفجاه جت قصادك كلمه انت مش فاهم معناها، كلمة تسلل مثلا، مش كل الناس عارفة يعني ايه تسلل، فانت هتقوم فاتح البريبلكستي وتروح سأله السؤال يعني ايه تسلل، هيبدأ ان هو يجاوب لك ويعرفك كل التفاصيل. الاداة دي هتسهل عليك الحصول على اجابات دقيقة وسريعة وموثوق، طبعا هتكون مطمن عشان هي هتعرفك على المصادر اللي جابت لك منها المعلومات. لازم تجرب الاداة دي لو انت ما جربتهاش، وهي نفس استخدام شات جي بي تي. حبيت اشارك معاكم الثمان ادوات دول، وهتلاقوا الروابط موجودة في وصف الفيديو تقدروا تجربوها بنفسكم دلوقتي. لو عجبك الفيديو ممكن اشارك معاكم ادوات اكتر في جزء تاني للفيديو ده. لو عاوزين جزء تاني اكتبوا لي في التعليقات، وتقدر تشارك الفيديو مع اصحابك عشان يستفيدوا، ولو عايز تشوف الفيديوهات الجديده اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وفي النهايه السلام عليكم.